تمام ماشي. في شاشة ظهر عندكم كده؟ تمام دكتور. طيب تمام. المرة اللي فاتت كنا إيه، غطينا أنواع النويز سورسز، اتكلمنا على الشوت نويز اللي هو بيجي نتيجة عبور الكاريرز هما إلكترون أو هولز، أي بي إن جنكشن أو بوتنشال بارير إن جنرال بين تو ماتيريالز يعني، تمام. واتكلمنا على الفليكر أو وان أوفر إف نويز، وقلنا ان هو موستلي بيظهر بالسيرفيس ديفايسز اللي هو الكرنت بيمشي موازي للسيرفيس بتاع الديفايس نتيجه الامبيوريتيز اللي هي بتعمل الترابنج وريليسنج، فاكتر حاجه بيظهر فيها هو الموسفيتس. وتالت واحد طبعا اللي هو الثيرمال نويز، وده اتكلمنا ان هو بيظهر في الريزيستورز او اي ريزيستيف ماتيريال، يعني اي ماتيريال الكرنت بيمشي فيها وليها resistive nature فهيظهر برضه في الترانزستورز زي ما نشوف دلوقتي يعني. تمام، فتعالوا بقى بعد ما اتكلمنا in general على الفيزيكس، تمام، وبدأنا نتكلم على very individual components يعني، تعالوا بقى نتكلم على الترانزستورز بتاعتنا، بس نبدأ بالدايود الأول يعني. الدايود دي يعني يعتبر اتكلمنا عليه المحاضرة اللي فاتت، بس revisit سريعا يعني. خلاص، ونشوف كل واحد ال equivalent circuit بتاعه هيبقى عامل ازاي. فلو بدأنا نتكلم على الفورورد بايست في انجنكشن او الدايود، زي ما اتفقنا المحاضره اللي فاتت، طالما ماشي في كارنت يبقى هيبقى في شوت نويز، والشوت نويز ده زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت هنموديل از سيريس كارنت سورس في السمول سيجنال موديل طبعا مع الدايود. اتفقنا ان النويز اناليسيز، بما ان النويز از فيري سمول سيجنال، فالاحسن ان احنا ايه او الادق يعني ان احنا نعالجها او نتعامل معاها بالسمول سيجنال موديل. فكأني فصلت المسألة زي ما كنت بتعمله زمان دي سي واي سي، احل برضو الدي سي لوحده بتاع الامبليفاير، تمام، او وات ايفر نوع السيركت هي ايه. وبعد كده لما اجي بقى انالايز النويز بتاعت المسألة هانالايز كأنها ايه ان اي سي سيجنال، تمام. طبعا يعني هنشوف امثلة دلوقتي ازاي هتعامل بقى مع النويز في المسائل بتاعتي يعني. طيب، فالدايود زي ما اتفقنا لما تيجي بقى تريبريزنتو في السمول سيجنال ما عادش زي زمان، بس مجرد هيبقى الانكريمنتال ريزيستنس ار دي، اصل طبعا لو انا بس هنا كاتب لكم الديريفيشن بتاعها، بس انتوا اكيد فاكرين يعني ان ار دي هي كانها دلتا في على مقلوب الدلتا في على دلتا اي للدايودز. فلو كل بس الديريفيشن بيعمله هنا ان هو بس بياخد الاكسبوننشال ريليشن بتاعت الدايود اللي هو اي اس اي اس ان في بي اي على في تي، تمام. وبعد كده بيعمل لها تفاضل، خلاص، وبيحسب من التفاضل بتاعها السلوب، تمام. معلش بس راجعوا الايكويشن دي، هي ان في بي اي على في تي، متهيألي هي مقلوبه هنا في السلايد دي يعني، وراجعوها كده، هي ان في بي على في تي متهيألي مقلوبه عن هنا يعني. ممكن تبقوا تراجعوا بس الايكويشنز دي شكل، لان هنا اتقلبت في الايكويشن يعني، تمام. فجبنا بس التفاضل وقلبنا السلوب، فجبنا بس قيمه الار دي والكلام بتاع سنه اولى يعني، بس مجرد بالريفيو هنا. طب هنضيف بقى ازاي النويز سورسز بتاعتنا، زي ما اتفقنا الدايودز فيها الشوت نويز سورس اللي هو 2 كيو اي دي، فالمين سكوير فاليو بتاع الراندوم نويز سورس بتاعنا، الراندوم نويز كارنت بتاعنا هيبقى 2 كيو اي دي اللي هو شوت، زائد بعض السيناريوز ممكن تانكلود الفليكر، بس in general احنا for most of our purposes الشوت نويز هنعتبره مهمل في الايه في الدايز، بس ممكن يبقى ليه وجود بس ايه قيمته صغيره قوي، اللي هو بالنسبه لايه الفليكر نويز اللي هو ال 1 over f نويز هيبقى مهمل في الدايز، تمام. وده شبه الكلام اللي اتكلمنا عليه في الايه المحاضره اللي فاتت يعني، مفيهوش جديد. طيب تعالوا بقى نبدا نتكلم على الايه ترانزستورز، خلاص نبدا نتكلم على الباي بولر الاول. طيب احنا عملنا الدايود لان هو ايه مقدمه للباي بولر. الباي بولر لو جيت ابص على ان بي ان ترانزستور هتيجي تبص هتلاقي عندك اثنين جانكشنز، ان بي جانكشن او بي ان جانكشن ما بين البيز والاميتر، وانذر بي ان جانكشن ما بين الايه البيز والكولكتر، صح؟ طيب فعايز ابدا افكر ايه هي النويز سورسز المنطقيه اللي هتبقى عندي. انا عندي كولكتر كارنت داخل من الكولكتر، خلاص، وبيز كارنت داخل من البيز، والاثنين بيتجمعوا في الاميتر ويخرجوا منين؟ من الاميتر، خلاص. معلش العلامه دي هي اي اي مش
مش ايه مش اي بي يعني طلع فوق بس، يعني اي سي داخل من هنا، اي بي داخل من هنا، مجموعهم اللي خارج من على الشمال هو ايه اي ام. طيب لو جيت اقول لك طب ايه النويز سورسز بقى اللي عندي، طب ما واضح ان الكولكتور كارنت ده خلاص بيعبر هنا بوتنشال بارير بين البي ان جانكشن دي، صح ولا لا؟ هي ريفرس بايست لو انت شغال في الاكتيف ريجن، بس برضو عندك كارنت بيعدي ايه بي ان جانكشن. انا عاده في الشوت نويز انا اللي يهمني هي ايه، هي الفورورد بايس جانكشن اللي هي الجانكشن الثانيه اللي هي ما بين البيز الايميتر، وهو يعدي البي ان جانكشن دي، بعد كده يوصل للبي ان جانكشن بتاعه البيز ايميتر، ونفس البيز كارنت برضو هيعدي نفس الجانكشن. تمام، يبقى اذا ده هيجنريت نويز الاي كولكتور، والاي بيز هيجنريت نويز اللي هو مجموعها الاي ايميتر. تمام، فيبقى كفايه اخدهم على ايه، على المجموع او الاثنين. تمام، ففي الموديل بعمل ايه، بموديل الشوت نويز على الكولكتور كارنت، ان انا بحط ما بين الكولكتور والايميتر راندوم نويز كارنت اسمه اي كولكتور. تمام، وبرده انذر راندوم نويز سورس يموديل البيز كارنت. تمام، الشوت نويز ديو تو البيز كارنت اللي هو ما بين البيز والايه والايميتر. فالتو نويز سورس دول او تو شوت نويز سورس دول بيمودلوا الشوت نويز نتيجه عبور الالكترونز او الهولز نتيجه الكولكتور كارنت لما بيعدي البيز ايميتر جانكشن، والايه والبيز كارنت لما بيعدي البيز ايميتر جانكشن اللي هي الايميتر، لان هو ده هو مجموع الايه، هو مجموع الاثنين دول. تمام تمام. طيب بس طبعا الموديل دايما بتقسمهم خلاص، لان الاثنين ار اندبندنت من بعض، فلما تيجي تعمل لهم سوبربوزيشن مش هيبقى زي انك حطيت سورس واحد بس على الايه، على الايميتر يعني. فدايما الناس بتعملها ان هي بتضيف كارنت سورس ما بين الكولكتور للايميتر والبيز للايميتر زي ما احنا رسمينها. فده اول نويز كومبوننت في الباي بولر ترانزستورز. طيب ايه النويز كومبوننت الثاني اللي موجود؟ ممكن يبقى فيه نويز ديو تو ثيرمال، يعني مش ديو تو ثيرمال، ثيرمال نويز سورسز ديو تو ايه بقى، ديو تو فيزيكال ريزيستنس. يعني الترانزستورز لما تيجي تعمل لها لاي اوت او يعني وتصنعها ما بتبقاش ايديال كده زي ما احنا رسمينها هنا، ان انت والله قلت لي الطرف ده الكولكتور وهو واصل بالنود دي على طول كده، وده البيز فهو واصل بالنود دي على طول، وده الايميتر واصل هنا. لا، دايما بيبقى فيه فيزيكال ريزيستنس في المسار ده، من ساعه ما تبدا يعني من ساعه الاكسترنال تيرمينال بتاع البيز لحد ما توصل للانترنال بيز تيرمينال. تمام، فتخيل كده ان السلكه دي نفسها بيبقى ليها فاينايت ريزيستنس لما بتيجي تصنع ترانزستورز فعلا، فبنسمي ريزيستنس دي ار كولكتور لو انا بتكلم على الكولكتور ريزيستنس، او ار بيز لو انا بتكلم على الايه، على البيز ريزيستنس. وعاده اللي بتبقى ذات اهميه اكتر هي الار بيز، اكتر واحده بتبقى قيمتها كبيره بتبقى ار بيز، نتيجه ان المودرن باي بولر ترانزستورز بيحاولوا دايما يصغروا الايه، يصغروا البيز ويث، يعني الويث بتاع البيز ده عشان تعلي البيتا بتاعت الترانزستور، انت بتحاول تقلل الريكومبينيشن كارنت مش كده، فبتصغر قوي البيز ويث اللي هو ده، فبالتالي الريزيستنس بتاعت البيز دي بتعلى خلاص. ليه؟ لان العرض بتاع البيز ده بيبقى قليل، فغصبا عنك البيز ريزيستنس بتبقى ايه، عاليه قوي. فدايما الدوميننت هي الايه، هي الار بي خلاص. طيب طالما هي فيزيكال ريزيستنس يبقى على طول هتجنريت ايه، هتجنريت ثيرمال نويز خلاص. وهنشوف كمان شويه برضو حتى لو ار سي، يعني احنا اتفقنا كان انت عندك بقى هنا ار بيز، ار بيز دخلت ان سيريس مع البيز هنا، وممكن زي ما قلنا يظهر لك ايه ار كولكتور ظاهره مع الايه، مع الكولكتور هنا خلاص. طيب الحاجه الثانيه كمان، مش بس ان دي قيمتها اكبر شويه من ار سي عشان كده هي اللي بناخدها في الاعتبار، الحاجه الثانيه زي ما هنتكلم كمان شويه ان ار بي دي بتجنريت نويز اللي هو اسمه في بي، ده اللي هو المين سكوير بتاع البيز ريزيستنس نويز خلاص. مشكله الفي بي ده ان هو ناحيه الانبوت، يعني لو ده مثلا كومن سورس امبليفاير والانبوت بتاعك داخل هنا، لتس سي ده في انبوت بقى بتاعي اللي هي ايه المين سيجنال اللي داخل على الامبليفاير بتاعي خلاص، النويز ده بيتضاف عند الانبوت على طول. تمام، فايه خطوره كده؟ لو تفتكر اول ما بدانا نتكلم عن النويز قلنا مشكله النويز ان هو بيديجريد حاجه بنسميها الايه،
signal to noise ratio صح، اللي هي الريشيو بين signal للنويز. طيب فلو انا ضفت نويز هنا السيجنال عن ناحيه الانبوت من الامبليفاير اتكبرت ولا لسه؟ لسه ما اتكبرتش، دي في الانبوت بتاع الامبليفاير، يبقى السيجنال صغيره. يبقى لما اضيف نويز عند الانبوت ده خطر قوي، لان السيجنال لسه صغيره صح. ليه؟ لان ده هو السيجنال على النويز، او السيجنال باور على النويز باور صح. فلو السيجنال لسه صغيره وانت ضفت نويز معينه يبقى السيجنال تو نويز ريشيو هتبقى ايه؟ هتبقى قليله. طب لكن ار سي بتعمل ايه؟ ار سي هتضيف نويز بس في اني ناحيه من الامبليفاير؟ عند الاوتبوت بتاع الامبليفاير، زي ما هنشوف لما نعمل اناليسيس دلوقتي. فيبقى اذا انت ضفت النويز على السيجنال بعد ما السيجنال اتكبرت تمام، فيبقى ساعتها الاس ان ار تمام هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى السيجنال اوريدي اتكبرت صح. ليه؟ لان انت بتضيفها عند الاوتبوت بتاع الامبليفاير، فبالتالي تاثير النويز بتاعت الار سي على السيجنال اقل حتى لو نفس قيمه النويز. ليه؟ لان انا بضيفها على سيجنال اوريدي اتكبرت تمام. طيب طبعا في طرق كتيره الناس بتعملها بحيث تحاول تقلل الكونتريبيوشن بتاع ار سي وار بي. ابسطها ان انت تعمل ايه؟ ان انت تعمل كذا ترانزستور ان بارلل. يعني تخيل لو انا قلت لك والله الترانزستور ده في زي ما عملنا في الكرنت ميرورز عباره عن اكس مثلا 2، يعني عباره عن 2 ترانزستورز ان بارلل خلاص. فهتيجي تحط الترانزستور الثاني ازاي؟ تقول لي والله الترانزستور الثاني اهو خلاص تمام، فهوصله كده واوصل اوصل ده كده خلاص. طب يحصل ايه بقى للكولكتور ريزيستنس؟ ما انت دخلتهم الاثنين بارلل صح، فكأن النودز دي متشرطه على بعض. ونفس الكلام يعني معلش انا رسمتها بقى ايه يعني ما ترسمتش كده صح للبيز، نفس الكلام بالنسبه للبيز، كأن ايه كل واحد ليه هيز اون، يعني انسوا بقى التوصيله دي، كأن كل واحد ليه هيز اون ايه بيز ريزيستنس وصلوا ان بارلل. يبقى حصل ايه؟ الار بي اتقسمت على 2، حصل ايه؟ الار سي اتقسمت على 2. فيبقى تقلل مقدار الايه او التاثير النويز كونتريبيوشن بتاع ار بي وار سي. فكل ما هتزود ترانزستورز ان بارلل اكتر هتعرف تقلل قيمه البيز ريزيستنس والكولكتور ريزيستنس، فتقلل الايه الكونتريبيوشن بتاع النويز بتاعها خلاص. فيبقى ده الشوت والايه والثيرمال نويز في البايبولر. طيب اتبقى لي بقى مين؟ اتبقى لي الفليكر نويز خلاص. احنا ما اتكلمناش المحاضره اللي فاتت على البيرست نويز، يعني هنهمل البيرست مش هنركز زي ما اتفقنا المحاضره اللي فاتت على الشوت والثيرمال والفليكر بس. فالفليكر برضو ليه وجود في البايبولر تمام، يعني بس يعني بنهمله عاده خلاص، بس زي ما قلنا هو اكتر وجوده اكتر في الماس، بس ما زال موجود برضو ايه في البايبولر. طيب هنموديل بقى الكلام ده ازاي؟ تعالوا بقى نبدا نمسك معادله معادله. طبعا ال في بي تربيع دي ثيرمال، فدي سهله على طول، هي 4 كي تي ار بي في دلتا اف، فده اللي هو ثيرمال نويز دي تو الار بيز خلاص. الار سي قلنا خلاص هنهملها تمام. بعد كده عندك الشوت نويز دي تو الكولكتور، هو 2 كيو اي كولكتور طبعا في دلتا اف تمام. بقى لي بقى مين؟ بقى لي الاي بيز تمام. الاي بيز جزء منه هيبقى الشوت اللي هو 2 كيو اي بي تمام، وجزء منه لو عايز اضيف الايه الفليكر اللي هو حطينا هنا الجنرال اكسبريشن اللي قلنا هي اي كونستنت تايمز الكرنت ذا باور اي، حيث ايه ده يعني تكنولوجي ديبندنت يعني مقسوم على اف عشان هو ايه فليكر 1 اوفر اف، زائد ترم حاجه اسمها بيرست نويز بس مش هنتكلم على الايه على البيرست بالنسبه لنا يعني. طيب فلو جيت ارسم التوتال نويز هلاقي ان التوتال نويز في جزء فليكر صح بتاع البيز يعني على الاقل دلوقتي، وجزء ايه الشوت ده هيبقى ايه ثيرمال خلاص. فلو جيت ان جنرال ارسم النويز فيرسس فريكونسي هلاقي في جزء مع الفريكونسي ثابت صح، الثابت ده اللي هو مين؟ اللي هو الثيرمال والشوت، لان الشوت ماله اي حاجه جايه نتيجه الشوت هتبقى وايت نويز ما بتتغيرش مع الفريكونسي، اي حاجه جايه نتيجه الثيرمال برضه هتبقى ايه؟ هتبقى وايت نويز لانها ما بتتغيرش مع الفريكونسي. فكل الترمات اللي ما بتتغيرش مع الفريكونسي اللي هي الوايت نويز هتيجي من الثيرمال والشوت. طيب امال الكالر نويز هيجي لي منين؟ الكالر نويز هيجي لي من الفليكر. طب فلو جيت ابص على الاوتبوت نويز وهنتكلم يعني السلايدز الجايه احسب بقى الاوتبوت نويز ازاي، فالاوتبوت نويز هلاقي الجزء اللي هيجي منه كالرد هيجي منين؟ من الفليكر. طب تاثيره يظهر فين؟ عند اللو فريكونسي ولا الهاي فريكونسي؟ اكيد عند اللو لان هو واحد على اف، يبقى لما الفريكونسي تقل يبدا بقى الفليكر ايه يزيد كده
طب يمشي مع الفريكونسي ازاي؟ يمشي بسلوب 1 على اف لحد ما ات سام بوينت الفليكر يقل قوي، ويبدا بقى مين اللي دومينيت؟ يبدا الدومينيت اللي بيدومينيت هو الثيرمال. فدايما هتلاقي شكل النويز في الترانزستورز واخد الشكل ده. ليه؟ لان هو مجموع الاثنين على بعض، مجموع كومبوننتس جايه من ثيرمال وشوت الباي بولر يعني، وكومبوننتس جايه من ايه؟ من ال 1 اوفر اف او الايه؟ او الفليكر. خلاص؟ الرسمه دي بتعمل لي بقى حاجه هنا في النص بنسميها الفليكر كورنر، هنتكلم عنها بالتفصيل في الايه؟ في السلايد اللي جايه لما نتكلم على المص. الكورنر ده هو كانك الحته اللي انت بتقلب منها من فليكر لايه؟ لثيرمال وشوت، او من كالورد من 1 اوفر اف يعني كالورد اللي هو الفليكر لايه؟ لوايت نويز. ده بنسميه الفليكر كورنر وبنعرفه اف سي، وبنحسب الكورنر فريكونسي ده هنشوف ازاي في السلايدز اللي جايه. خلاص في اي اسئله في السلايد دي؟ طيب تعالوا نتكلم بقى على نفس الكلام في مين؟ في الموس ترانزستورز. خلاص الموس ترانزستورز عايزين نبدا نتكلم على النويز كومبوننتس بتاعتها. طيب بالنسبه للموس ترانزستور خلاص تعالى نرسم كده ايه اكروس سكشن كده ليها بسيط. انا افترض ادي الدرين بتاعك وادي السورس. خلاص ادي الدرين وادي السورس. الشانل ليتس سي عمل حصل لها فورميشن هنا، وادي الجيت. تمام. طيب دلوقتي انت ماشي كارنت عندك من الدرين للسورس، معناها في الكترونز ماشيه ايه من السورس للدرين في الشانل. طب السؤال بقى دلوقتي، فاكرين لما جينا نعرف ايه هو الثيرمال نويز؟ قلنا هو الثيرمال نويز ده عباره عن ايه؟ قلنا الثيرمال نويز ده بينتج نتيجه الراندوم موشن بتاع الالكترونز في اي ماتيريال ليها فاينايت ريزيستنس، صح ولا لا؟ طيب فكر بقى فيها، الترانزستور ده مش لو انت في الكترونز تقدر تمشي في الشانل هنا ولا لا؟ المفروض في الكترونز تقدر تمشي في الشانل، صح؟ طب الشانل دي مش كان الالكترونز دي ماشيه في كوندكتيف ماتيريال وهي ماشيه من السورس للدرين ولا لا؟ يبقى ليها راندوم موشن، صح؟ زيها زي الريزستور مش فارقه. يبقى بالتالي اللوجيك ايه؟ ان لازم هيظهر لك ايه؟ لازم هيظهر لك ثيرمال نويز نتيجه الراندوم موشن بتاعت حركه الالكترونز في الايه؟ في الشانل بتاعت الموس ديفايس. تمام؟ فهتبقى الاكسبريشن بتاعها شبه جدا الاكسبريشن بتاع الثيرمال نويز ديو تو ريزيستنس. وفعلا يعني الناس عملوا تجارب، يعني حاجات كتير قوي من اللي في النويز دي بتتعمل empirical equations، بتيجي من measurements بتتعمل على الديفايسز، ففعلا لقوا ان هي بتاخد شكل قريب قوي من الشكل بتاع الثيرمال نويز بتاع الريزيستور، فقدروا يمودلوا الثيرمال نويز في الموس على ان هو نويز سورس ان parallel مع الدرين تو سورس كارنت، لان هو طبعا هيظهر كنويز سورس في الكارنت اللي ماشي من الدرين للسورس. فقال لك خلاص ابسط حاجه ضيف كارنت سورس ما بين الدرين للسورس سميه اي دي. تمام، اي دي نويز يعني نويز في الدرين كارنت. طيب ايه بقى الاكسبريشن بتاع المين سكوير بتاع النويز كارنت؟ طلع فعلا برضو 4 كي تي. تمام، فيبقى طالما ظهر فيها تي يبقى نسميه على طول ايه؟ هيبقى ثيرمال نويز. ليه؟ لان هو بيزيد مع التمبرتشر زي ما اتكلمنا قبل كده في تعريف الثيرمال نويز. تمام، بس ايه الفرق بقى هنا؟ هو الثيرمال كان 4 كي تي في ار في الريزيستنس بتاعت الماتيريال هنا. تمام، فهو هنا طلع بيتضرب في ايه؟ في مقلوب. تمام، هو طبعا هو كان كارنت فكان 4 كي تي على ار. تمام، فهو في الموس ديفايس بيتضرب بقى في الكوندكتنس بتاعت الايه؟ بتاعت الشانل اللي هي بيضرب في ترم الجاما جي ام. خلاص، هو يعني هو بيضرب في جي ام، والجاما دي بتبقى زي سكيلينج فاكتور بيعتمد على نوع الترانزستور. بمعنى ايه؟ لو الترانزستور بتاعنا لونج شانل يعني اكبر من 1 مايكرون اللي هي الفيري اولد تكنولوجيز، خلاص الجاما بتاعتك بتبقى ب 2 على 3 اللونج شانل. لكن التكنولوجيز اللي هي اقل من 1 مايكرون الجاما دي ممكن تلاقيها فاكتور ما بين 2 ل 3، فكان النويز فيها اعلى من اللونج شانل ديفايسز. خلاص، في ده اول ترم اللي هو بيريبريزنت الثيرمال نويز في الايه؟ الدرين تو سورس كارنت في الموس ترانزستور. خلاص، يبقى ده اول واحد اللي هو الثيرمال. تمام، طيب
ايه بقى الترم التاني؟ الترم التاني اللي اتكلمنا عليه المحاضره اللي فاتت اللي هو الفليكر نويز. فانا الفليكر نويز بيظهر في الموس ترانزستور نتيجه الفلو بتاع الايه الكرنت قريب من السيرفس والكابتشر والريليس بتاع الايه الكاريرز دي. تمام. طيب فهيظهر على طول برضه نويز نويز كرنت من درين للسورس. خلاص طبعا المين سكوير هيتجمع لان دول تو راندوم انكوريليتد ايفنتس، واحد ثيرمال والتاني ايه والتاني فليكر، رغم ان هما الاثنين نفس الترانزستور بس ده جاي نتيجه فينومينا وده جاي نتيجه ايه فينومينا تانية، فالاثنين ار انكوريليتد. فلما اجي اجمعهم زي ما انتم شايفين هنا انا جمعت الايه الباور بتاعهم، جمعت المين سكوير على المين سكوير. تمام. طب المين سكوير بتاع الفليكر ده الاكسبريشن ده كنا كتبناه لو تفتكروا المحاضره اللي فاتت. تمام. لما عرفنا الفليكر نويز فقلنا والله هو كونستنت اسمه كي. خلاص يعني حيث كده خلي بالك عشان ما تتلخبطش معلش، غير كي ده يعني كي السمول دي هي بولتزمانز كونستنت، والكي دي هي ممكن نسميها حتى كي داش عشان ما نلخبطهاش مع الكي بتاعت الترانزستور. الكي دي هي عباره عن كونستنت، خلاص مجرد كونستنت معتمد على التكنولوجي. بس اهم حاجه في الفليكر ان هو مقسوم على مين؟ مقسوم على الدبليو في ال صح، ومقسوم على الفريكوانسي عشان هو 1 اوفر اف. وبعد كده بما ان انا بمودله از كرنت سورس هتلاقيه مضروب في ايه؟ في الجي ام تربيع. خلاص وهنشوف ازاي امودله بطريقه ثانيه از فولتج سورس هنتكلم عليها في السلايد اللي جاي على طول. تمام. يبقى اذا المجموع النويز في الموس ترانزستور زي ما اتفقنا بتاع برين سورس نويز هو ايه؟ هو التو تيرمز دول، واحد اللي هو الثيرمال نويز والتاني اللي هو الايه الفليكر نويز. طبعا الاثنين مضروبين في دلتا اف، وواضح من المعادله دي ان 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 التوتال نويز هيبقى فانكشن في الفريكوانسي ولا لا. فانكشن فيها، عندي تيرم اهو وايت والتيرم الثاني ايه كالرد، فبرضه لما اجي ارسمها زي ما قلنا في السلايد اللي فات اللي هي واخده نفس الشكل اللي هو الواحد على ايه الواحد على اف، تبدا بواحد على اف وبعد كده اوصل للكورنر فريكوانسي وبعد كده اخش في الجزء الايه الوايت نويز اللي هو ما بيتغيرش مع الفريكوانسي. وهنتكلم في السلايد اللي جايه على حته الكورنر فريكوانسي اللي هي اف سي دي دلوقتي. خلاص طيب اخر بس نويز سورس في الماس بيظهر في الديب سب مايكرون تكنولوجيز حاجه بنسميها الشوت نويز. تمام. طيب ايه الشوت نويز؟ اتفقنا الشوت نويز بيظهر لما يبقى في كرنت بيعدي بوتنشال بارير زي ما اتكلمنا في السلايد اللي فاتت بي ان جانكشن. تمام. طبعا هي احنا عملناه في بي ان جانكشنز بس ان جنرال هو اي بوتنشال بارير يعني اي تو ماتيريالز تمام بينهم بوتنشال بارير والكرنت بيعديه على سبيل المثال بي ان جانكشن. طيب هو هنا طبعا الموس بقى غير الباي بولر وغير الدايودز فان جنرال المفروض ان هو ما فيهوش بوتنشال بارير، بس بيظهر فين بقى؟ بيظهر لو عندك في الديب سب مايكرون تكنولوجيز جيت ليكج. ليه؟ لان المفروض ان الجيت هنا الماتيريال دي اللي هي ما بين الجيت ماتيريال وما بين معلش اكتبها تاني ما بين الجيت وما بين الشانل في هنا ايه الحته اللي هي في النص بين الجيت والشانل اللي احنا مهشرينها دي، الحته دي هي السيليكون دايوكسيد صح؟ فالسيليكون دايوكسيد ده عامل انسوليتور ما بين الجيت وما بين الشانل صح؟ فكان عندك ايه هنا؟ بوتنشال بارير، ما فيش اي الكترونز مفروض تقدر تعدي من الجيت للشانل صح كده ولا لا؟ بس الحقيقه في الديب سب مايكرون بيحصل ان في حاجه اسمها الجيت ليكج، بتلاقي في دي سي كارنت صغير جدا ممكن يبقى بالنانو امبس تمام اسمه اي جي اي كابيتال جي. خلاص فاي كابيتال جي ده هو الدي سي كارنت ليكج يعني كارنت صغير جدا زي ما قلنا بالنانو امبس بيليك من الجيت ويعدي البوتنشال بارير ده ان هو ايه بيليك ثرو الاوكسايد ده. طب بما انه كارنت بيعدي ثرو بوتنشال بارير يبقى يجنريت على طول ايه شوت نويز. طب الشوت نويز ده اعمل له موديلنج ازاي؟ اعمل له موديلنج على انه كارنت اضافي هيخش في الجيت بتاع الترانزستور ويخرج لي منين؟ ويخرج لي من السورس. فرحت ضايف هنا ان اكسترا نويز سورس كارنت نويز سورس ما جه من الجيت للسورس وقيمته 2 كيو اي جي دلتا اف، فده بنسميه شوت نويز اللي بيموديل الجيت ليكج. خلاص طب لو انت قال لك ما فيش جيت ليكج في المساله الترانزستور ده ليكج فيه قليل جدا، خلاص يبقى لو ليكج فيه قليل جدا يبقى كانك بتقول لي اي جي بكام؟ يبقى اي جي بصفر. فلو الاي جي بصفر يبقى خلاص ايه الجيت نويز برضو هيبقى مهمل وكنت بصفر. تمام.
يبقى وضحت كده ايه هي النويز سورسز في الموست ديفايسز. فيها اي اسئله؟ دكتور معلش، هو ما ينفعش يعني اقول الثيرمال اكسبريشن اللي هو بتاع الاي دي ده اللي هي 4 كي تي، ما ينفعش اضربها في ار نود بدل جامعة جي ام دي؟ ما هي بص، هي ديبندز بقى ايه يعني، ديبندز على ريجن اوف اوبريشن بتاع الترانزستور. خلاص الاكسبريشن اللي انا اديته لك ده في الساتوريشن ريجن، ماشي؟ الترانزستور بتاعك ده لو دخل في الترايود يبقى الجيت دي تحولت الى ايه؟ للريزيستر. الى ريزيستور. لو دخل الى ريزيستور يبقى الثيرمال نويز تحول الى ايه؟ 4K تي، تمام؟ في ايه؟ طبعا هو هنا كارنت، فيبقى على ايه؟ على الجيت ريزيستنس، صح؟ لكن لما يخش بقى في الساتوريشن بتشيل بقى اللي هي الاكتوال ترايود ريزيستنس دي وتحطها بايه؟ بالكوندكتنس بتاعت الترانزستور، بس كوندكتنس مختلفه بقى، تمام؟ فبيحطوها جاما جي ام، تمام؟ يعني هو المعادله ده مختلفه حسب انت في الساتوريشن ولا في الترايود. تمام. طب وليه ما فيش شوت نويز ما بين السورس والدرين؟ ليه ما فيش شوت نويز؟ ده سؤال كويس. لان انت عندك في انجنكشنز ولا لا؟ هو هنا في المفروض في كام؟ اتنين. المفروض في اتنين، كلامك صح، اللي هي من هنا لهنا، اللي هي انت قصدك بقى منين؟ من الدرين للبلك، مش كده؟ لان ده ان وده بي، صح كده؟ في واحد هنا اهو، في واحد تاني هنا، لان برضو ده ايه؟ ده ان وده بي، صح كده؟ بس السؤال بقى، هل في كارنت بيمشي في البي ان جونكشن دول تمام، ولا مفيش؟ عشان كده كده grounded يعني. بالظبط، مش جراوند بقى، بالظبط. اه انت قصدك البالك جراوند، صح؟ عشان البالك دايما جراوند، فالدايود ده دايما مطفي، فهنا في ديبليشن ريجن دايما، يعني الحته دي بيبقى فيها ديبليشن ريجن كده ومفيش اي كارنت بيعديها. ونفس الكلام هنا، يبقى في كده ديبليشن ريجن مفيش اي كارنت بيعدي البي ان جونكشن دي، عشان كده مفيش شوت نويز نتيجة الدرين تو بالك او السورس تو بالك كارنت، خلاص، شكرا دكتور. تمام؟ طيب في اي اسئلة تانية في الجزء ده؟ طيب تمام، تعالوا بقى نبدأ نشوف ايه حتة الفليكر كورنر. اتفقنا ايه؟ ان الفليكر كورنر هيظهر لك امتى؟ هيظهر لك لما يكون التوتال اكسبريشن بتاع النويز كارنت او النويز ان جنرال، يعني انا هنا كنت كاتب المعادله في السلايد اللي فاتت، دلاله الكرنت ان هو جزء منه جاي من الثيرمال، فالثيرمال وايت زي الرسمه دي كده، وجزء تاني جاي من الفليكر، فالفليكر ماشي واحد على اف، يبقى المفروض الكيرف لازم ياخد الشكل اللي احنا راسمينه ده، تمام؟ طيب ايه بقى تعريف الكورنر؟ تعريف الكورنر هو النقطه خلاص اللي عندها الفليكر بيساوي الثيرمال. ليه؟ لان ده قاعد يقل 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 لحد ما وصل ان هم يساووا بعض. بعد كده الفليكر ماشي ازاي؟ خلاص بقى ايه؟ بيقل اكتر بعد كده. فاهمين قصدي؟ فده تعريف الايه؟ ده تعريف الفليكر كورنر بتاع الفليكر نويز. فهجيبه ازاي؟ هقول لك خلاص يبقى ساوي ايه؟ ساوي المقدار ده بالمقدار ده، ساوي الثيرمال نويز بالفليكر نويز، واحسب لي الفريكونسي اللي عندها التو كومبوننتس دول هيتساووا. هتعرف من المعادله دي تحسبها على طول، هتلاقي ان الفليكر كورنر، تعالى بقى بص، هو بروبورشنال لايه؟ بروبورشنال لواحد على ال W في L. يعني لو عايز اقلل الفليكر كورنر يبقى اعمل ايه في ال W في L؟ اكبر السايز بتاع الترانزستور، تمام؟ ال W وال L الاثنين مع بعض او احدهما، يعني مش فارقه يعني، تمام؟ طب واعمل ايه في الجي ام؟ العكس بقى الحقيقه، ده محتاج اقلل الجي ام، يبقى كل ما الجي ام تقل الفليكر كورنر هيقل معاك، تمام؟ طب سؤال، هو الفليكر كورنر تيبيكلي انت عايزه يقل ولا يزيد؟ ايه الاحسن لك؟ الكورنر ده يمشي في انهي اتجاه؟ كل ما يقل ولا يزيد احسن؟ هو لما بتوصل الفليكر كورنر ايه اللي بيحصل للنويز؟ يعني للفريكونسيز الاقل منها النويز بيحصل له ايه؟ النويز بيزيد، صح ولا لا؟ يبقى انت كل ما هتقلل الفليكر كورنر هتعمل ايه في الجزء من الفريكونسي دومين او الفريكونسي باندويث اللي النويز فيه قليله، اللي هو الجزء ده هتكبره، فيبقى اليوزبل باندويث، يعني لو افترضت ان ده الباندويث بتاع الامبليفاير بتاعك مثلا، يعني افترض ان الامبليفاير بتاعك شغال في الجزء ده،
تمام؟ يبقى كل ما هتقلل الفليكر كورنر هتخلي النويز ايه؟ تخلي النويز اقل في البانوث اللي انت شغال فيه، صح كده؟ فدايما من مصلحتك ان انت تعمل ايه في الفليكر كورنر ده؟ انك تقلل الفليكر كورنر از ماتش از يو كان، زي ما قلنا بقى عن طريق ان انت تكبر الدبليو في ال حاصل ضربهم، او لو في المثال ده ممكن ايه؟ تقلل الجي ام. بس طبعا تقلل الجي ام دي ليها عيوب تانية كتيرة، فممكن ما يبقاش ده الحل الامثل يعني، لانك لما بتقلل الجي ام هتخسر في حاجات تانية زي الجين مثلا وبارامترز تانية هتظهر كمان شوية ما نتكلم عليها بالتفصيل في الامبليفاير. بس ابسط حاجة اللي انت ممكن تفكر فيها هي الجين بتاع الامبليفاير. خلاص، طيب ايه الفرق بقى بين الموس والباي بولر؟ خلاص، احنا المعادلة اللي احنا درسناها هنا دي بتاعت الموس، مش كده؟ المعادلة دي بتاعت الموس ترانزستور. ميزه بقى الباي بولر ايه؟ الباي بولر الفليكر نويز بتاعه اصلا اقل جدا من الايه؟ من الموس ترانزستورز الفليكر نويز. فكل ما الفليكر نويز بتاعك يقل يحصل ايه للفليكر كورنر؟ اللي هو كمان ليه؟ لان تخيل ان انا قلت لك الفليكر نويز اقل، فيبقى الكيرف الجديد هيبقى عامل ازاي؟ يبقى الكيرف الجديد هيبقى عامل كده، صح؟ يبقى لما تقطعه مع الثيرمال اتحرك فين؟ اتحرك ات لوور فريكونسي، صح كده؟ فدايما الباي بولر ترانزستورز او الباي بولر امبليفايرز، بما ان ال1 اوفر اف نويز بتاعها اقل، فالفليكر نويز بتاعها او الفليكر كورنر بتاعها اقل. فالفليكر كورنر التيبيكال بتاع الباي بولر امبليفايرز ممكن يبقى في حدود ال 100 كيلو هرتز، تمام؟ ممكن 100 كيلو هرتز، ممكن 200 كيلو هرتز على حسب الديزاين بتاعك. بينما الموست امبليفايرز ممكن تلاقي الباي بولر، ممكن تلاقي الفليكر كورنر بتاعها بتتكلم مثلا في حدود ال 10 ميجا هرتز الى 100 ميجا هرتز على حسب الديزاين بقى بتاعك، لان زي ما شفنا هنا تقدر تتحكم فيه. فطبعا في فرق كبير بين الايه؟ التو فليكر كورنرز بتاع الموس فيرسس الباي بولر. فعلى الاساس ده ديبندنج بقى على الابلكيشن اللي انت بتعمل ديزاين للامبليفاير ده، ممكن تضطر تختار واحد فيرسس الثاني نتيجه بس السبيك اللي محطوط على الفليكر كورنر ده المفروض يبقى فين. تمام؟ وضحت القصه بتاعت الفليكر كورنر؟ في اي سؤال فيها؟ معلش، هو بس يعني انا اسف النت قطع عندي ثانيه كده، هو بس انا يعني وقفت عند الحته اللي هي هل هيبقى احسن لو انا قللت الفكر نويز ولا الاف سي قصدي ولا زودتها، فهيبقى انهي احسن؟ نعيد الحته دي تاني. طيب انت بص على الرسمه كده، خلاص، لو الرسمه دي كده احسن لك تعمل ايه في الفليكر كورنر؟ تقلله ولا تزوده؟ ها، كل ما هتقلله يبقى الكيرف اتنقل ازاي؟ بدل ما بقى الكيرف الاسود ده بقى زي الكيرف الاحمر اللي على الشمال ده، صح؟ مش ده معناه ان انا قللت الفليكر كورنر؟ كان ها. الثيرمال ثابت اهو، صح؟ انا مثبت الثيرمال نويز، صح؟ بس ها. نقلت الكيرف الشمال اهو، يبقى كده الفليكر كورنر الجديد اقل من القديم، صح؟ طيب فلو انا شغال كامبليفاير هنا يبقى مش كده احسن، ليه؟ لان الجزء ده النويز حصل فيه ايه؟ النويز قلت، ها تمام. صح؟ كل ما هتقلل الفليكر كورنر اليوزابل بانوث بتاعك هيكستند to lower frequency اكتر، تمام؟ ف it depends بقى على الابلكيشن بتاعتك. لو الابلكيشن بتاعتك اللو فريكونسي كونتنت فيها مهمه جدا، يبقى لازم اختار الامبليفاير بتاعي ان الفليكر كورنر بتاعه يبقى ايه؟ as low as possible below السيجنال باندوث بتاعتك، تمام؟ فبالتالي زي ما كنا لسه بنقول بقى، لو انت عارف ان الباي بولر ال 1 over f noise بتاعته اقل، خلاص انت هتشتغل بدل مع الكيرف النمره واحد ده هتشتغل على الكيرف النمره اثنين، صح؟ ليه؟ لان الكيرف تمام. النمره واحد الفليكر نويز بتاعه عالي، الكيرف النمره اثنين الفليكر نويز بتاعه اقل، اداك فليكر كورنر اقل. فدايما الباي بولر بيديك لور فليكر كورنر في حدود 100 كيلو هرتز، طبعا مش شرط 100 بالظبط، انا بديكوا مثال يعني، ممكن 100، ممكن 200، 300، 400، تمام؟ بس في الرينج بتاع الكيلو هرتز، ممكن 10 كيلو هرتز، تمام؟ بينما الموس بتتكلم بقى على الميجا هرتز، بتتكلم 10 20 100 200 ميجا هرتز، تمام؟ فايت ديبندز على الابلكيشن بتاعتك هتختار الترانزستور المناسب ليها. شكرا دكتور. تمام، في اي اسئله في الجزئيه دي؟ ففي غلطه بس بسيطه في، معلش، في الرسمه دي انت المفروض بتحسب النويز باور، انت بترسم النويز باور، فالباور هي ايه؟ 10 لوج، يعني سوري، الباور بالدي بي يعني، فانت بتبقى 10 لوج الباور او 20 لوج الايه؟ الفولتج. معلش صلحوا دي عندكم، دي تبقى ايه؟ 10 لوج الفولت تربيع، اللي هي 10 لوج الباور يعني، مش كده؟ فدي تبقى ايه؟ فدي يعني 10 لوج الفولت تربيع او 20 لوج الفولت، ماشي؟
طيب خلاص كده احنا غطينا النويز في الديفرنت الكترونيك كومبوننتس. الريزيستور طبعا خلاص اتكلمنا عليها من المحاضره اللي فاتت مش هنعيدها. الريزيستور زي ما قلنا معاها سيريز فولتج سورس او سيريز كارنت سورس، فدي اتكلمنا عليها. الحاجه الاخيره بقى ما اتكلمناش عليها ايه هي؟ الاندكتورز والكاباسيتورز. تمام، الاندكتورز والكاباسيتورز دول من الحاجات بقى ايه الظريفه جدا. ليه؟ تعالى افكر فيها كده. هو الاندكتور ده عباره عن ايه؟ الاندكتور ده عباره عن سلكه كده صح، يعني بتقعد بس تلفها عشان تعمل ماجنتيك فيلد، صح ولا لا؟ ده تعريف الاندكتور. طيب فالسؤال بقى كده، الكرنت اللي ماشي فيها ده هل في اي ميكانيزم هنا يجنريت فيه نويز ولا لا؟ ها الميزه ايه في الاندكتور؟ ان هو اتس ا باسيف ديفايس مش كده؟ بس ميزته ايه عن الريزيستور؟ ان ما فيهوش لوسز، يعني ما فيه يعني ثيوريتيكلي طبعا فما فيهوش ريزيستيف بارت، يبقى الالكترونز وهي ماشيه ما فيش اي حاجه هي عماله ايه تخبط فيها وراندوم موشن وكده، فيبقى الاندكتور كان ما فيهوش نويز، فالاندكتور از نويزلس. طب ايه اللي ممكن بقى يجنريت النويز؟ زي ما قلنا الاندكتور ده كان الكرنت ماشي في سلكه كده ايديال زيرو ريزيستنس، يعني كان ما فيش ماتيريال يعني. تمام، لكن امتى بقى يبدا يضيف ثيرمال نويز؟ لو الاندكتور ده بقى ليه فاينايت لوسز، يعني بقى ليه فاينايت سيريس ريزيستنس ان سيريس معاه ار اس مثلا، ساعتها الار اس السيريس مع الاندكتور هي اللي هتجنريت النويز. لكن الاندكتور في حد ذاته از نويزلس طالما الار دي مالها، طالما الار دي مش موجوده او صغيره. طب نفس الكلام بالنسبه للكاباستور، برضه الكاباستور عباره عن ايه؟ هو تو ميتال بليتس وبينهم الكتريك فيلد، هل في اي حاجه تجنريت فيه نويز؟ برضه الكاباستور طالما ايديال از نويزلس. طيب امال امتى يجنريت نويز؟ برضه لو بدا يبقى ليه فاينايت كواليتي فاكتور، يعني لو جيت قلت لك مثلا الكاباستور ده التو تيرمينالز بتوعه مثلا معاهم شويه سيريس ريزيستنس، الكواليتي فاكتور بتاعته مش انفينيت، ساعتها السيريس ريزيستنس اللي معاه هي اللي جنريت النويز، بس الكاباستور في حد ذاته لو هو ايديال از نويزلس. تمام، فدي ميزه حلوه جدا. وعشان كده بتلاقي الناس كتيره قوي في الـ RF amplifiers عمره ما يستعمل ريزيستور كلود. يعني طول عمرنا لما بندرس amplifiers بنقعد نعمل amplifiers ازاي؟ بنقول لك مثلا ابسط نوع amplifier بندرسه هو common source amplifier، صح كده؟ نقول ادي الامبليفاير بتاعنا. لكن انت تعالى بقى شوف، افتح اي دايره راديو حقيقي هتلاقي عمر ما حد بيستعمل common source amplifier بريزيستيف لود. ليه؟ لان ريزيستيف لود هيجنريت نويز. امال الار اف امبليفايرز يستبدلوا الريزيستيف لود ده بايه؟ يستبدلوا الريزيستيف لود ده بتيوند ال سي لود. تمام، ليه بتيوند ال سي لود؟ لان ال سي لود ده مش هيجنريت اي نويز، والار اف امبليفايرز ار فيري سنسيتيف للنويز، بيحب يمينيمايز النويز از ماتش از بوسيبل، فدايما هتلاقيه بيستعمل ايه باسيف لود سيركتس، او عمره ما يستعمل ريزيستيف لود سيركتس. تمام، لهذا السبب يعني. خلاص وضحت النقطه دي. طيب تعال نتكلم بقى ايه يا دكتور، مش ده معناه ان ال ال سي دول هيتغيروا؟ يعني ده معناه ان اللود بتاعنا هيتغير مع الفريكونسي؟ هيتغير طبعا، بس هو بيختار بقى ال ال سي ده بحيث ان الباند اوف اوبريشن يبقى عند مثلا الريزونانس، صح؟ فيبقى ال ال سي ده مديله امبيدنس اللي هو ايه عايزه. طبعا خلي بالك هي عمرها ما بتبقى ال سي ايديال، مش كده؟ يعني اي ال سي برضه بيبقى دايما معاها ايه؟ معاها لوسز، سيريس ريزيستور مثلا مع الاندكتور او سيريس ريزيستور مع الكاباستور. فاقدر افترض ان اي كان موديلت وذ بارلل بارلل ريزيستور، صح؟ ممكن احسب قيمتها يعني من السيريس ريزونانس للبارلل ريزونانس، فساعتها لما يرزونيتوا هيبقى عندي هنا ار بي. بس ايه الفرق بين الار بي دي والار دي؟ الار بي دي كبيره جدا، تمام، لانها جايه من البارلل ريزونانس سيركت دي، فهحصل على جين عالي وفي نفس الوقت هيبقى النويز كونتريبيوشن بتاعها اقل قوي من ان انا احط ريزيستيف لود بايدي. تمام، فهي زي ما تقولي هتتغير مع الفريكونسي، بس الباند اوف انترست بتاعك هتظبطي بقى الكواليتي فاكتور بتاعت البارلل ريزونانس ده بحيث تبقى ما بتتغيرش قوي. بس كلامك صح طبعا، من اكبر المشاكل انها مش هتبقى فيري برود باند، كلامك مظبوط. وهي دايما الار اف سيركتس بتبقى كده،
هم بيسموها حتى ايه، بيسموها tuned amplifiers، لان هو الامبليفاير ده designed ان هو يشتغل في band of frequency معين اللي هو الاف نوت اللي السيجنال جايه لك عليها، تمام. لكن لو بديزاين برود باند امبليفاير طبعا يبقى لازم استعمل الايه، ريزيستيف لود. طيب انا اتكلم برضو على يعني مثال ظريف جدا يوضح لنا بس برضو ايه بعض الكونسبتس كده البسيطه يعني في حته النويز. تعال نفترض ان انت عندك سيمبل ار سي سيركت كده، تمام. احنا كنا لسه عمالين نقول مين اللي هيجنريت النويز في الار سي سيركت دي، مين النويز سورس هنا؟ هو الريزيستور، صح. الريزيستور هو الكومبوننت الوحيد اللي هيجنريت النويز. اتفقنا الكاباستور طالما انا رسمه ايديال كده مش هيجنريت اي نويز، صح. طيب بس تعالى بقى نشوف، احنا طبعا الكاباستور مش هيجنريت نويز، بس عايز اشوف الكاباستور قيمته تفرق في النويز ولا ما تفرقش في النويز، تمام. تعالوا بقى نفكر فيها. طيب فهعمل ايه؟ عايز انالايز الدايره دي واحسب الاوتبوت نويز، النويز اللي هيظهر لي فين في الاوتبوت، نتيجه مين؟ نتيجه الريزستور، هي دي النويز سورس الوحيده اللي عندي في الدايره. طيب طبعا الانبوت ده يعني ده ممكن ده يبقى الاي سي انبوت اللي داخل على الار سي سيركت بتاعتي دي. فانا طبعا لما بانالايز السيركت فور نويز هعمل ايه في الانبوت ده؟ ها انا هعمل سمول سيجنال اناليسز للدايره، فالسمول سيجنال اللي داخله دلوقتي هي الانبوت، مش كده؟ بس انا مش عايز انالايز الدايره للانبوت، انا عايز انالايز الدايره للنويز سورس اللي جاي نتيجه مين؟ اللي جاي نتيجه الار. هرسم الار، احط معاها الايه؟ هحط معاها الراندوم نويز سورس اللي هو بيمودل مين؟ اللي بيمودل الثيرمال نويز بتاع الريزستور اهو، اللي هو بي نويز تربيع افريج خلاص، اللي هو المين سكوير بتاع الثيرمال نويز بتاع الريزستور. طب فكده اصبح عندي اثنين سمول سيجنالز، بس انا مهتم انالايز الدايره بمين؟ باي سوبر بوزيشن. اقدر اشيل واحد وانالايز الدايره بالتاني، فانا هانالايز ده، انا عايز اشيل تاثير ده، اعمل له ايه؟ اعمل له شورت سيركت. وليه عملت له شورت سيركت؟ لان هو اتس ان اندبندنت فولتج سورس، خلاص؟ فاعمل له شورت سيركت، فاصبح السورس الوحيد اللي عندي دلوقتي هو البي نويز، تمام، اللي هو نتيجه الراندوم نويز ثيرمال نويز بتاع الريزستور. قيمته ايه؟ 4 كي تي ار دلتا اف. طب انا عايز احسب مين؟ عايز احسب الاوتبوت نويز. يبقى الفي اوتبوت تربيع، طبعا في اوتبوت تربيع مقصود بيها النويز كومبوننت، لان انت لو بتحسب نتيجه السيجنال لازم بقى تضيف السيجنال كمان، فالجزء ده بس هو نتيجه النويز. طيب هو عباره عن ايه؟ خلاص، ما النويز سورس ده هيظهر ازاي هنا؟ هعمله بقى زي السورسز العاديه، بوتنشال ديفايدر اهو، مش كده؟ طب بس البوتنشال ديفايدر ده المفروض اللي هيشوف انهي؟ هيشوف الفولت، مش كده؟ يعني الفولت في نويز هيحصل له بوتنشال ديفايدر. طب انا عايز احسب الفولت تربيع، يبقى هضربه في البوتنشال ديفايدر تربيع، تمام؟ فيبقى ال 4 كي تي ار، لان ده الفي نويز تربيع، فهيتضرب في ايه؟ البوتنشال ديفايدر تربيع، اللي هو لو تفتكروا ساعه ما قلنا اي نويز بيخش على سيستم بيتضرب في مين؟ قلنا بيتضرب في h of f ماجنتيود تربيع، صح؟ مش ده اتفقنا عليه في المحاضره اللي فاتت؟ قلنا اي linear time invariant system ال input noise power spectral density اللي هو الترم ده بيتضرب في مين؟ بيتضرب في ال h تربيع. ليه؟ لان ده power هيضرب في ال h تربيع. ال h بتاعتي هي potential divider، فال h تربيع هي ايه؟ البوتنشال ديفايدر تربيع، خلاص. فطبعا البوتنشال ديفايدر هو ايه؟ واحد على جي اوميجا سي على ار زائد واحد على جي اوميجا سي، هاخد الماجنتيود بتاع الكلام ده وايه؟ واربع، خلاص. هي ده تلاقي انك وصلت للايه؟ للترم ده. طيب ايه بقى الاكسبرشن ده؟ الاكسبرشن ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الاوتبوت نويز ات ويتش فريكونسي، ها؟ ات سبيسيفيك فريكونسي اسمها اوميجا، مش كده؟ مضروب في دلتا اف معين. طب يبقى زي ما اتفقنا من المحاضره اللي فاتت، ده بنسميه ايه؟ السبوت نويز. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو النويز ات ا سيرتن فريكوانسي عند بانوث دلتا اف، خلاص. اللي هو بمعنى اخر لو عايز احسب منه الباور سبيكترال دنسي اعوض عن الدلتا اف بكام؟ لو حطيت الدلتا اف بواحد يبقى ده ايه؟ يبقى ده الباور سبيكترال دنسي، صح كده؟ بس يعني بس انا دلوقتي ايه؟ انا مش عايز احسب الباور سبيكترال دنسي، انا عايز احسب حاجه ثانيه، ها؟
خلاص. يبقى لو حطيت دلتا اف واحد احسب باور سبيكترال دنس، لكن فور اني جيفن دلتا اف ده اتفقنا بنسميه السبوت نويز اللي هو النويز ات ا سبيسيفيك فريكوانسي. طب انا جيت قلت لك بقى لا انا عايزك تحسب لي التوتال اوتبوت نويز باور، يبقى اعمل ايه في السبوت نويز ده او الباور سبيكترال دنسي؟ يبقى كامل النويز باور ده اكروس دلتا اف من زيرو لما لا نهايه، صح كده؟ يبقى كل اللي انا مطلوب مني ان انا اعمل بقى ايه التكامل ده. خلاص يبقى هعمل تكامل من زيرو لما لا نهايه للايه للاكسبريشن ده دلتا اف طبعا. فالدلتا اف دي كانها هتبقى الدي اف بتاعتك يعني، تمام؟ وطبعا ايه الاوميجا هتبقى 2 باي دي اف، والدي اف بتاعتك هي الدلتا اف. خلاص فهيبقى تكامل طبعا كونستانتس، يعني انا ممكن اكتبه بسرعه هنا، يبقى 4 كي تي ار خلاص على دي هتبقى ايه، دي هتبقى دي اف خلاص على ايه هنا ده هيبقى جذر الريال تربيع زائد الايماجين تربيع، مش كده؟ اللي هو واحد زائد ايه بقى اوميجا ار سي تربيع، صح كده؟ انت كل بس مطلوب انك تعمل الايه الماثيماتيكال انتجريشن ده اللي هو تكامل واحد على واحد زائد اكس تربيع اللي هو بيطلع بكام، اللي هو 10 ماينس 1، صح كده؟ كل بس مطلوب تعوض بقى بالليميتس ده بعد كده. طب لو عوضت بالليميتس ده عملت التكامل هيطلع لك اجابه يعني بسيطه جدا، خلاص هتلاقي يطلع لك الاجابه دي من التكامل اللي هو بيطلع ايه باي على 2 يعني نتيجه ال 10 ماينس 1 4 كي تي ار دي اللي هي اللي فوق، تمام؟ وهيطلع لك ايه باي على 2 مضروب في الكونستنت ده. خلاص هتيجي بس تبسط الاكسبريشن هتلاقي يطلع لك اجابه غريبه جدا، هتلاقي يطلع لك اجابه ان التوتال نويز باور هو كي تي اوفر سي. تخيل بقى ايه الغريب في الاجابه دي، طلع لك التوتال انتجريتد نويز مش فانكشن اصلا في قيمه مين، في قيمه الريزيستور اللي هي بتجنريت النويز نفسه. تخيل بقى وايه السبب بقى في كده، وطلع فانكشن اكشلي في مين، طلع فانكشن في قيمه الكاباسيتور اللي هو اصلا مش بيجنريت النويز. واخدين بالكم الحته دي؟ طب ليه بقى يعني دي حاجه غريبه شويه صح؟ ليه؟ لان تعالى فكر فيها كده، يعني انا كل ما بكبر الريزيستور هنا بيحصل ايه قيمه النويز، الثيرمال نويز اللي طالعه من الريزيستور المفروض تزيد، بس انا جاي ابص على التوتال انتجريتد اوتبوت نويز ثابت مش فانكشن في الريزيستور. ليه؟ ايه اللي حصل بقى؟ هو ده السؤال. يعني ايه اللي يخلي لما الثيرمال نويز تزيد عشان كبرت الريزيستور التوتال اوتبوت نويز ثابت ما اتغيرش؟ ها حد عنده اجابه؟ ممكن الموضوع علشان هو الكابستر بيعدي الفريكوانسيز العاليه مثلا، مش عارف العكس بقى، عكس بمعنى ايه؟ كابستر الار سي سيركت دي عباره عن ايه؟ لو باس فلتر ولا هاي باس فلتر؟ لو باس. لو باس الكابستر ده مخليها لو باس مش بتعدي غير اللو فريكوانسي، صح؟ فلو انت جيت كبرت الار النويز هتزيد، مظبوط، بس يحصل ايه للكات اوف فريكوانسي؟ تقل ولا تزيد؟ لو كبرت الار؟ لو كبرت الار يحصل ايه للكات اوف؟ تقل، صح؟ مش الكات اوف فريكوانسي مش هو واحد على ار سي؟ مش ده السنجل بول ولا ايه؟ الكات اوف فريكوانسي بتاعنا واحد على ار سي، صح؟ فبكل ما هتكبر الار هو اي نعم النويز زاد، بس حصل ايه للبانوث بتاع الفلتر؟ تمام. صح ولا لا؟ طب لو بان بتاع الفلتر قل يبقى يحصل ايه للتوتال انتجريتد نويز اللي هيعدي من السيستم اتش اوف اف ده؟ ما هو النويز ده لازم يعدي، هو بيجي جنريتد في الار بس مش لازم يعدي من السيستم بتاعك اللي هو لينير تايم انفاريانت سيستم بتاعك اللي هو الاتش اوف اف، صح؟ طب فيعدي قيمه ايه بقى منه، اقل ولا اكتر؟ يقل طبعا. فهمتوا الحته دي؟ يبقى رغم ان هو النويز زاد في الانبوت بس نتيجه ان البانوث قل فالتوتال انتجريتد نويز اللي خرج من الايه من الار سي سيركت قلت. انا اسف فضلت ثابته يعني لان هي كي تي اوفر سي فهي مش فانكشن في الايه في الكاب، فانت زودت الار قصادها البانوث قل فالتوتال ثابت ما اتغيرش، تمام؟ طب امال ايه بقى اللي يخليها تتغير؟ تعال نفكر في السي. طيب اشمعنى السي عملت كده؟ يعني تعال نفكر لو انا كبرت السي، تمام، يبقى النويز ثابت
كده النويز هنا الثيرمال ثابت، بس لو كبرت السي البانوث حصل له ايه؟ البانوث قل، يبقى التوتال اوتبوت نويز يحصل له ايه؟ ها، يبقى لو كبرت السي النويز ثابت لداخل بس البانوث قل، يبقى النويز يحصل له ايه؟ يبقى النويز يقل على طول، صح ولا لا؟ خدتوا بالكم كده في الديزاين تريد اوف دي؟ يبقى معنى كده لو انت عندك اي ار سي سيركت او اي حتى امبليفاير هنتكلم بعد كده، دايما احسن حاجه تعمل ايه في البانوث بتاعه؟ ها، ما تخليهوش فيري برود باند اكتر من ما انت محتاجه. ليه؟ لان هيدخل لك نويز كتيره جدا انت مش عايزها، تمام؟ فيبقى الاوبتيمم ان انت اكشلي تقلل البانوث لحد الباند اوف انترست بتاعك بتاع السيجنال بتاعتك، لان لو كبر زياده عن كده فانت هتنتجريت نويز اكتر ومش هتستفيد في السيجنال، صح ولا لا؟ يعني طالما السيجنال بتاعتك مش محتاج البانوث الكبير، يبقى مش شطاره ان انا يبقى عندي بانوث كبير قوي. ليه؟ لان السيستم بتاعي هيدخل لي نويز كتيره جدا انا مش محتاجها، تمام؟ يبقى وضحت الجزئيه بتاعت الكي تي اوفر سي نويز، خلاص فهمنا الكونسبت بتاع الكي تي اوفر سي نويز جدين. في اي سؤال فيها؟ طيب تعالوا بقى نتكلم بس على اخر يعني كونسبت قبل ما نشوف بقى امثله، حاجه بنسميها الانبوت ريفيرد نويز. خلاص يمكن اتكلمنا كده بسيط قوي عليها، ايه هي الانبوت ريفيرد نويز دي من شويه، بس عايز بقى نكتب ايكويشن بسيطه كده ليها. طب ايه الكونسبت بتاع الانبوت ريفيرد نويز؟ هو قال لك دلوقتي تخيل كده ان عندك اي نتورك نويزي، خلاص اي نتورك نويزي معناها ايه؟ معناها عندك دايره كبيره، الدايره دي فيها ترانزستورز كتيره، MOSFETs او باي بولرز، فيها دايودز كمان، فيها ريزيستورز، وات ايفر بقى، مالتي ستيج امبليفايرز، اي دايره كبيره فيها ماني نويز سورسز، تمام؟ ليتس سي الدايره دي يعني طبعا هنفترض يعني ان ليها يعني انبوت سيجنال عاديه واوتبوت، بس انا مهتم احسب مين؟ مهتم احسب الفي نويز اوتبوت، خلاص؟ فهتشيل كل الكومبوننتس هنا وتحط النويز سورسز بتاعتها وتجيب في الاخر التوتال اوتبوت نويز، تمام؟ طيب هو عايز يعمل ايه بقى؟ هو عايز يوجد equivalent circuit للدايرة دي، بس بدل ما تبقى فيها noisy components يحط ايه؟ noiseless components، يعني كأنه هيشيل كل النويز sources اللي جوه الدايرة دي، تمام؟ طب بس هو في الاخر يهمه ايه؟ ان الاجابة النهائية بتاعته ما تتغيرش، تمام؟ بحيث ان الاثنين يبقوا equivalent. يعني لو انا هشيل النويز سورسز دي من جوه هنا وعايز الاثنين يبقوا ايكويفالنت، يبقى بمعنى اخر عايز الفي اوتبوت نويز اللي انا احسبها هنا تطلع هي هي. طب فهعمل ايه بقى؟ فهموديل انبوت نويز او هضيف في المساله في نويز انبوت، بحيث الفي نويز انبوت ده لما يخش على النويزلس نتورك بتاعتي هيتضرب في جين معين مثلا اسمه جي، يظهر لي في الاوتبوت يديني نفس الاوتبوت نويز. يبقى كده التو نتوركس دول بقوا ايه؟ بقوا ايكويفالنت او متكافئين. طب يبقى ايه العلاقه بقى بين الاوتبوت نويز والانبوت نويز ببساطه كده؟ خلاص ما هي ريليتد بمين على طول؟ ريليتد بالجين بتاع الايه؟ بتاع النويزلس نتورك بتاعتك. فالفي نويز انبوت ده هو ده اللي بنسميه الانبوت ريفيرد نويز. يبقى الانبوت ريفيرد نويز هو النويز اللي انت لو حطيته في الانبوت بتاعت النتورك بتاعتك وافترضت ان هي نويزلس، يطلع لك نفس الاوتبوت ريفيرد نويز اللي انت كنت هتعمل اناليسز للدايره بكل النويز سورسز ويطلع لك قيمه معينه، خلاص؟ فيبقى ساعتها الانبوت ريفيرد نويز هو الاوتبوت ريفيرد نويز مقسوم على الجين، بس طبعا بما اني بتعامل مع المين سكوير بتاع النويز يبقى لازم اقسم على مين؟ لازم اقسم على الجين تربيع، صح؟ اتفقنا دايما، خلاص؟ طبعا بتعامل مع نويز باور، خلاص اللي هو مين سكوير، يبقى لازم اقسم واضرب في الايه؟ في الجين تربيع، لان انا بتعامل مع باور مش مع فولتج. يبقى العلاقه بين الانبوت ريفيرد نويز والاوتبوت ريفيرد نويز هو ان انا هحسب الاوتبوت ريفيرد نويز الاول في المساله اللي هي على الشمال دي اللي هي رقم واحد، احل المساله دي الاول واحسب لي الاوتبوت ريفيرد نويز، تمام؟ وفي نفس الوقت احسب الجين، احسب الجين من هنا لهنا وارجع بقى عوض في المعادله دي، يبقى الانبوت ريفيرد نويز اللي انت هتقدر تدخله هنا هو الاوتبوت ريفيرد نويز تربيع يعني مين سكوير على الجين تربيع، تمام؟ طيب ايه اهميه بقى الانبوت ريفيرد نويز ده؟ هو ده السؤال بقى.
يعني ايه اهميه الانبوت ريفرد نويز؟ لو انا جيت، تعال نفكر كده، لو انا جيت قلت لك احنا اتفقنا دايما في الكوميونيكيشن سيستمز انا يهمني ايه السيجنال تو نويز ريشيو، اللي اتفقنا السيجنال باور على مين، على النويز باور، صح؟ طيب لو انا جيت قلت لك انا عندي مثلا، تعال نتخيل دلوقتي ان المساله بتاعتنا دي هي عباره عن ريسيفر سيركت، يعني راديو سيركت، ادي الانتنة بتاعتنا اهي مثلا، تخيل ان دي رسمه الانتنة، وعندك امبليفاير اهو، خلاص الامبليفاير ده بيريسيف السيجنال من الانتنة بتاعتك، خلاص تمام. فافرض انا حسبت لك النويز في الاوتبوت، قلت لك والله انا عارف قيمه النويز هنا، خلاص، هل لو انا قلت لك معلومه النويز هنا في الاوتبوت بتاع الامبليفاير تقدر تحسب لي الاس ان ار على طول، ولا لسه في معلومه ناقصه؟ تاني، تعالى نفكر كده، لو انت في ابلكيشن معين وجيت قلت لك مثلا والله انت شغال في الدايره دي عباره عن راديو ريسيفر، خلاص تخيل كده ده وايرلس ريسيفر، وقلت لك والله انا هحط انتنه هنا مثلا، ولما احط انتنه هنا مثلا الباور اللي هتخش من الانتنه هتبقى برقم معين، ليتس سي انت عارف البي ان بكام، البي ان دي جيفن، خلاص ليه؟ لان معظم الابلكيشنز انت عارف الانبوت باور اللي جاي من الانتنه بكام، فانت عارف السيجنال ليفل فين اللي داخله هنا نتيجه السيستم بتاعك او الابلكيشن بتاعتك. طب وانا جيت قلت لك خلاص الامبليفاير بتاعي ده اللي هو البلوك ده الاوتبوت نويز بكذا، هل هتعرف تحسب على طول الاس ان ار ولا لسه في معلومه ناقصه؟ اعتقد محتاج يا اما البي اوت يا اما الفي ان، الفي ان نفسها. بالظبط كده، هي دي الفكره بقى، ان انت معلومه الاوتبوت نويز دي عشان تعرف تحسب الاس ان ار منها دي هتديك النويز في الاوتبوت، لكن لسه ما عندكش مين السيجنال، لان انت عايز السيجنال فين في الاوتبوت بتاع الامبليفاير عشان تحسب السيجنال تو نويز ريشيو هنا، تمام. طب امال بقى لو انا ريحتك من الاول وقلت لك طيب انا الامبليفاير ده تمام الانبوت ريفيرد نويز بتاعه بكذا، اللي هو النويز الايكويفالنت في الانبوت، يبقى انا اديتك اوريدي النويز عند الانبوت، فلو انت عارف البي ان مش هتعرف تحسب الاس ان ار على طول، يبقى انت كده ما عدتش محتاج معلومه مين، معلومه الجين بتاع الامبليفاير، هي دي الميزه. فاذا اصبحت ان انا لما اديتك الانبوت ريفيرد نويز انت ما عدتش محتاج تعرف مني معلومه الجين بتاع السيستم بتاعك عشان تحسب الايه السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتك، لان انت مفترض طبعا انت عارف الانبوت باور هنا وعارف النويز ريفيرد هنا فتقدر تحسب الايه السيجنال تو نويز ريشيو. لكن لو انا ما كنتش مديك الانبوت ريفيرد يبقى لازم اديك الاوتبوت ريفيرد والجين كمان عشان تعرف ايه تحسب السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتك، تمام. فدي ميزه بس ان الناس بتتعامل كتير بالانبوت ريفيرد نويز بالذات في ابلكيشنز زي ريسيفر سيركتس ان جنرال يعني، تمام. طيب تعالوا بقى ايه نعمل شويه كده اناليسز للموس ترانزستورز بالذات، يعني نبدا بالموس ونشوف كده قاعده هتساعدنا قوي في النويز اناليسز، ونشوف كده نستنتج القاعده دي ازاي، وهي برضو ريليتد للانبوت ريفيرد نويز. ليه؟ لان انا بوريك الموس ترانزستور الموديل بتاعه اللي اتكلمنا عليه من شويه، قلنا هيبقى عندنا اجيت نويز سورس نتيجه الشوت نويز، والدرين نويز سورس نتيجه ايه الفليكر والثيرمال نويز، خلاص. طيب واضح من هنا ان انا عندي نويز سورس عند الاوتبوت بتاع الترانزستور عند الدرين، ونويز سورس الثاني عند الانبوت بتاع الترانزستور اللي هو ناحيه الجيت. طب افرض انا جيت قلت لك احسب لي الايكويفالنت نويز بتاع الموس ترانزستور الانبوت ايكويفالنت نويز، خلاص. طيب فطبعا واضح ان الاي جي ده اصلا هو اوريدي ناحيه الانبوت، فده خلاص ده ريفيرد ناحيه الانبوت، فده هيفضل زي ما هو، ما عنديش مشكله فيه، خلاص. طيب لكن اللي عندي مشكله فيه هو مين؟ هو الاي دي، لان ده نويز سورس ناحيه الاوتبوت، فانا عشان اريفيره ناحيه الانبوت لازم انقله ناحيه الجيت، تمام. طيب فالفكره في ايه بقى؟ الفكره ان طلع في معادله هيطلع دلوقتي نشوفها، معادله بسيطه قوي، تنقل لي النويز سورس ده من درين current الى الجيت فولتج هسميه في نويز. ايه المعادله دي بقى؟ تعال نفكر فيها في تعال نفترض ان السيناريو بسيط دلوقتي، تعالوا نأسيوم ان السورس جراوندد دلوقتي عشان نبسط على نفسنا بس،
بس ان المساله بتاعتي دايما السورس فيها ايه جراوند، وبعد كده السلايد اللي جايه نعملها جنرال. لو انت عندك هنا جراوند يبقى ايه علاقه الكرنت اللي ماشي هنا بالفي جي اس من السمول سيجنال موديل بتاع الترانزستور؟ الديبندنت سورس اللي جوه بيقول لك ان ايه، والله الكرنت اللي ماشي هنا هو جي ام في جي اس، صح كده ولا لا؟ يعني انسى بقى دلوقتي اي جي، خلاص انسوا اي جي لان اتفقنا ان هو موجود في الاثنين. يعني تعالوا نشيل اي جي من المساله بس دلوقتي عشان ما نتلخبطش، خلاص. طيب فيبقى السمول سيجنال موديل بتاع الترانزستور بيقول لك ان السمول سيجنال كرنت اللي ماشي هنا هو جي ام في جي اس، حيث في جي اس هو ده. طب فلو انا عايز اشيل الكرنت سورس ده واحط له حاجه ناحيه الانبوت وتجيب لي نفس التاثير، نفس الكرنت اللي ماشي هنا، فلو انا حطيت فولتج سورس اسمه في ان هنا، خلاص، فاصبحت الفي جي اس بتاعتي دلوقتي بكام؟ ها الفي جي اس من هنا لهنا بكام في المساله دي؟ طبعا انا دلوقتي يعني ايه بانالايز الدايره فور نويز بس، فكان مش داخل انبوت، مش كده؟ ما فيش اي انبوت داخل هنا، نفس الكلام هنا مش اي انبوت داخل هنا، انا بانالايز جاست فور ايه، فور نويز، مفيش سمول سيجنال انبوت داخله يعني، تمام، ولا دي سي طبعا، انا بعمل سمول سيجنال اناليسيس. طيب فلو انا الفي ان ده ظهر هنا يبقى الفي ان ده ظهر ان هو الفي جي اس، يبقى الكرنت اللي ماشي هنا هو مين على طول؟ يبقى الكرنت اللي ماشي هنا هو جي ام في جي اس، صح كده؟ طب في جي اس اللي هو مين على طول؟ اللي هو في ان، صح كده؟ يبقى الكرنت اللي ماشي هنا هو جي ام في جي اس اللي هو جي ام في نويز. طب انت عايز الكرنت ده يساوي مين عشان الدايرتين دول يبقوا ايكويفالنت؟ ها انت عايز النويز كرنت اللي خارج من هنا يبقى زي النويز كرنت اللي خارج من هنا، صح ولا لا؟ اللي هو عباره عن مين؟ ها النويز كرنت اللي خارج مع الشمال هو مين؟ هو الاي دي بتاعتك، يبقى لازم ده يساوي الاي دي اللي هي الدرين نويز كرنت. يبقى ايه العلاقه على طول بين الفي الاي دي؟ هتلاقي ان الفي نويز على الجي ام، او لو هنكتبها بقى بالمين سكوير اللي هو الاصح يعني عشان احنا بنتعامل مع نويز سورسز، يبقى العلاقه بين الانبوت ريفيرد نويز فولتج اللي انت هتحطه في الجيت اللي هو المين سكوير بتاعه اللي هو الفي نويز، هو الدرين نويز كرنت المين سكوير بتاعه على الجي ام تربيع. يبقى شفنا عملنا ترانسفورميشن من المساله دي للمساله دي ازاي ولا لا؟ ده كاني كده عملت ريفيرنج من الاوتبوت بورت للدرين نويز كرنت، عملت له ريفيرنج للانبوت بورت اللي هو بتاع الترانزستور بتاعي اللي هو الجيت، بس حولته لنويز فولتج. وطبعا منطقي ليه حولته نويز فولتج؟ لان الموس ترانزستور ده از ترانس كوندكتور، فعشان الموديل نويز كرنت في الاوتبوت اسهل طريقه موديله بيها بنويز فولتج في الايه، في الجيت، في الجيت سايد بتاعه، تمام. يبقى واضحه ازاي وصلنا للاكسبريشن ده ولا لا؟ في اي سؤال فيه؟ تمام. يبقى كده اتفقنا ان التو ايكويفالنت سيركتس دول ار ايدنتيكال. يعني لما اجي اقول لك حل لي مساله فيها موسفيت فيها تو نويز سورسز يعني اي جي واي دي، انت ممكن تختار انك تحل بالايكويفالنت سيركت دي او الايكويفالنت سيركت دي براحتك، تمام. اختار بقى اللي هيريحك، تعمل لي موديلنج للدرين نويز كارنت يا اما بكارنت سورس زي ما احنا عاملين هنا، يا اما بفولتج سورس في الجيت. طب هتختار دي ولا دي؟ براحتك بقى، اللي يريحك في الاناليسز واللي اسهل في المساله، وهنشوف الكلام ده في الايه، في الاكزامبلز اللي جايه، خلاص. طيب تعالى بقى، لو واحد سالني احنا عملناها في اكزامبل ان السورس كان جراوند، افرض السورس مش جراوندد، هل القاعده ستيل فاليد؟ يعني افرض مثلا ترانزستور لا السورس بتاعه مش واصل للجراوند، السورس بتاعه واصل بزد باي امبيدنس بقى اسمها زد اس مثلا زي الرسمه دي كده، هل برضو اقدر اشيل الدرين نويز كارنت اللي اسمه اي دي، او هنا بس مسمينه في السلايد دي اي ان اللي هو الدرين نويز كارنت، هل اقدر اشيله برضو واحط بداله ان انبوت ريفيرد نويز فولتج ناحيه الجيت اسمها في نويز، وبرضو تظل العلاقه بينهم ان الفي نويز مين سكوير بتساوي الاي نويز مين سكوير على جي ام تربيع؟ هل المعادله دي ما زالت فاليد؟ اه برضو ما زالت فاليد، خلاص. ما زالت فاليد ليه؟ احنا عاملين بقى الديريفيشن هنا في السلايد دي، يعني انا عايز اثبت دلوقتي ان الاثنين دول ار ايكويفالنت، الدايرتين دول ايه ار ايكويفالنت، ان نفس المساله هي بالظبط يمين وشمال، فرق بس ان الترانزستور ده واصل بزد سورس وانا واصل بزد سورس. انا بقول لك ان لو عندك هنا درين نويز كارنت اي ان ده ايكويفالنت ان يبقى عندك اجيت
نويز فولتج في نويز خلاص، وان العلاقه بينهم جيفن بالايه بالايكويشن دي. طب تعال نثبت الكلام ده خلاص. طب تعال نثبت الكلام ده عشان اثبت ان الدايره دي طبعا مش شرط تبص انت واصل بايه هنا، يعني انسى الحته دي دلوقتي، انسى الفي دي دي دلوقتي، هقول لك دي جت منين دلوقتي. انا عايز اثبت بس ان التو السيركتس دول ار ايكويفالنت خلاص. عايز اثبت ان الايه التو ايكويفالنت سيركتس دول او التو سيركتس دول ار ايكويفالنت. طب هثبت الكلام ده ازاي؟ طبعا اتفقنا ان انا بتعامل مع نويز، فيبقى مفيش انبوت داخل، فده هيبقى اي سي جراوند، ده اي سي جراوند. طيب عشان التو سيركتس دول ار ايكويفالنت، ابسط طريقه دي ان انا اجيب النورتن ايكويفالنت سيركت بتاع الدايره اللي على الشمال، واجيب النورتن ايكويفالنت سيركت بتاع الدايره واثبت هما ايكويفالنت. لو اثبتت النورتن ايكويفالنت سيركتس ار ايكويفالنت هو سو بيقطع عند كل صح؟ بتاعتهم. دكتور معلش ست راح خالص. ايه السلام عليكم، سامعيني كده يا جماعه؟ اه دكتور اه سامعيني. معلش هو الخط فصل مره واحده كده. تمام خليني اشير تاني. انتوا شايفين سكرين مش كده ولا قطعت؟ لا لا موجوده. في موجوده ماشي، والريكوردنج شغال. طيب خلاص تمام نكمل ماشي. طب انتوا فصلتوا مني فين؟ بس بدانا نتكلم عن نورتون ايكوفالنت سيركت، كنت سامعين الحته دي؟ يعني من اول ما حضرتك كنت بتحول الاي ان سكوير دي الايكوفالنت بتاعها. طيب تمام. بس كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان احنا عشان نثبت ان التو سيركتس دول ار ايكوفالنت، يبقى هجيب النورتن ايكوفالنت بتاع الدايره دي خلاص، واجيب النورتن ايكوفالنت بتاع الدايره دي واثبت ان هما الاثنين ار ايه ار ايدنتيكال. قلنا ننسى دلوقتي الفي دي 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 وهنشوف سببها ايه خلاص. طيب فعشان اجيب النورتن ايكويفالنت هنا بتاع المساله دي والمساله دي، وكده كده احنا بنانالايز فور نويز، يبقى ما فيش اي اي سي انبوت، ده هيبقى اي سي جراوند مش كده، وده برضه هيبقى ايه، ده برضه هيبقى اي سي جراوند خلاص. ليه؟ لان انا بانالايز الدايره للنويز بس دلوقتي. طيب فالنورتن ايكويفالنت اتفقنا هيبقى عباره ان انت تجيب الشورت سيركت اوتبوت كارنت والنورتن كارنت، وان انت تجيب الاوتبوت امبيدنس بتاع الايه الدايره بتاعتك، فده النورتن ايكويفالنت بتاع كل واحده منهم. طيب فبالنسبه للار اوت الاول، تعالوا نثبت ان الار اوت ار ايدنتيكال الاول قبل ما نجيب الاي نورت. طب الار اوت بتاع الدايرتين على اليمين والشمال دول ايدنتيكال ولا لا؟ انت عشان تجيب الار اوت انت هنا عندك اندبندنت سورس اسمه اي نويز مش كده، هتعمل له ايه؟ تعمل له اوبن سيركت صح. لما تيجي تجيب الار اوت، يعني افرض انا عايز اجيب الار اوت هنا صح، هتقول لي ايه؟ شيل الاندبندنت سورس مش كده، فالاندبندنت سورس هنا كارنت هيبقى اوبن تمام، فهتحل المساله على كده. طب تعالى بص على الشمال، عايز اجيب لك الار اوت بتاعتها، دي الار اوت من هنا ها ايدنتيكال، يعني ايدنتيكال لا، هتعمل ايه في الـ في الـ في الفي نويز؟ ها الفي نويز اتس ان اندبندنت فولتج سورس مش كده، هو نويز بس برضه اندبندنت سورس مش ديبندنت صح. هتعمل له ايه المره دي؟ ده فولتج، هعمل له ايه؟ شورت سيركت. طيب بص بقى المساله اليمين والشمال دي، لما عملت للاي نويز اوبن وعملت للفي نويز شورت، بقول المسالتين ايدنتيكال ولا لا؟ بقول المسالتين ايدنتيكال، فالمسالتين عندهم نفس الايه؟ نفس الار اوت صح كده؟
يبقى عشان اثبت ان هما ايدنتيكال الار اوتس واحده، يبقى ناقص مين بس؟ اجيب الاي نورتون. الاي نورتون اللي هي الشورت سيركت كارنت، يبقى هعمل شورت سيركت للاوتبوت اي سي طبعا شورت. فانا عشان كده هنا حطيت في دي دي الحقيقه، ده السبب ان انا بس كنت راسمها الاول او كنا راسمينها الاول بفي دي دي على اساس انها بتعمل شورت سيركت هنا فوت نويز نويز 2. طب الكرنت اللي خارج من هنا احسبه ازاي؟ انا عندي اي نويز داخل من هنا صح كده، اللي هو اي نويز. طب هيخش هيشوف امبيدنس من السورس بتاعه الترانزستور الجراوند، يبقى شايف ايه؟ 1 بي ام صح، يبقى شايف مين فيهم بقى؟ انا عايز احسب الكرنت اللي هيطلع فوق اللي هو ده، ده اللي انا عايز احسبه صح كده. طب ده هو مين فيهم بقى؟ هل هو ده ولا ده؟ تعال نفكر فيها كده. لو كتب كي سي ال كبيره كده، تخيل كده ان الترانزستور ده كله على بعض نود واحده كده، صح ولا لا؟ تمام. يبقى المفروض الكرنت اللي داخل من فوق هو الكرنت اللي ايه اللي خارج من تحت، صح كده ولا لا؟ فيبقى لو انا عايز احسب اي نويز اوت، يبقى انا عايز احسب الكرنت اللي ماشي في مين؟ الكرنت اللي ماشي في زد اس. يبقى هجيبه منين على طول؟ هجيبه من الكرنت ديفايدر اللي حصل عند النود دي، يبقى هو اي ان في مين على طول؟ في 1 على جي ام على مجموع التو امبيدنسز اللي هي 1 على جي ام زائد زد اس. يبقى انا كده معادله واحده على طول عرفت اجيب اي نويز اوت 1 اضرب بقى فوق وتحت في جي ام، يبقى هيبقى اي نويز على 1 زائد ايه؟ جي ام زد اس، اللي هي المعادله دي. تمام كده؟ واضحه المعادله دي؟ وصلنا لها ازاي ولا في اي اسئله؟ طيب تعالوا نجيب الناحيه على اليمين، المساله على اليمين. لو عايز اجيب اي نويز اوت 2 اجيب ازاي اي نويز اوت 2؟ تعالى بقى نفكر نحلها ازاي. انا عندي هنا في نويز خلاص. اسهل طريقه احل بقى بيها المساله دي ازاي؟ ابص على الترانزستور ده على ان هو ترانس كوندكتور على طول صح. طب في الفي نويز دي هتتحول لكرنت ازاي هنا؟ هشيل الترانزستور ده واحط التي موديل، طيب عندي الواحد على جي ام بتاعت الترانزستور ومعاها ان سيريس مين؟ ومعها ان سيريس الزد اس صح كده. يبقى عندي الزد اس وعندي هنا الواحد على جي ام صح بتاع الترانزستور، وده الجيت فولتج بتاعي اللي هو ايه اللي هو في. طبعا هنا في ديبندنت سورس، ممكن اكمل بقى بقيه الرسمه يعني بتاعت التي موديل بتاع الترانزستور خلاص، ومش هرسم بقى الايه اي اوت. طب فهنا ده بالنسبه لي هو مين؟ ده بالنسبه لي هو الفي نويز. يبقى الفي نويز دلوقتي دخل بقى هو البوتنشال على مين على طول؟ بقى هو البوتنشال على الواحد على جي ام زائد الزد اس، اتحول للكرنت اللي هو ماشي في الدرين او ماشي في السورس، ما نفس الكرنت لان المفروض ما فيش كرنت يخش فين؟ في الجيت بتاع الترانزستور صح كده؟ فاصبح الاوتبوت كرنت اللي هو اي نويز اوت 2 هو في نويز على زد اس زائد واحد على جي ام اضرب فوق وتحت في جي ام، بقت جي ام في نويز على واحد زائد جي ام زد اس. ساوي بقى الاثنين دول ببعض عشان تثبت ان هما ايكوفلنت، يبقى لازم العلاقه بين اي نويز وفي نويز تبقى ايه؟ نفس العلاقه اللي احنا استنتجناها في السلايد اللي فاتت، ان في نويز هتساوي اي نويز مقسومه على ايه؟ الجي ام تربيع زي ما اتكلمنا. تمام؟ واضحه كده السلايد دي؟ في اي اسئله فيها؟ تمام. طيب تعالى نبدا بقى يعني نشوف كده بعض الامثله البسيطه بقى، نطبق بقى الكلام ده يعني. يعني دي كلها بقى اكزامبلز خلاص، مش هناخد بقى حاجه جديده يعني. لو جيت انا قلت لك عندك الامبليفاير ده خلاص، حط بقى النويز سورسز اللي في الامبليفاير ده كله واعمل لي اناليسز واحسب لي الاوتبوت نويز بتاعك خلاص. طيب فطبعا ايه النويز سورسز؟ الار اس دي السورس امبيدنس بتاعتك، هيبقى 4 كي تي ار اس خلاص. هرسم مسألة تاني، هشيل بقى السمول سيجنال انبوت، اعمل شورت سيركت واحط ارسم مسألة الاول تاني بكل النويز سورسز بتاعتي عشان ما انساش حاجه.
فالار اس هحط معاها البي اس تربيع السيريس اللي هو 4 كي تي ار اس. تمام. الموس ترانزستور احط له الاي جي اللي هو 4 اللي هو 2 كيو اي جي اللي هو شوت نويز, واحط له الاي دي اللي هو 4 كي تي جاما جي ام زائد الجزء بتاع الفليكر نويز. تمام. بعد كده الار لود دي بقى براحتك, ممكن احط لها سيريس فولتج سورس او الاسهل ان انا احط لها شنط كرنت سورس. لان زي ما تشوف دكتور معلش وحدك في سلايد 26 لا 27 هي مقلبتش عندكم ولا ايه؟ مش عندي انا مقلبتش مش عارف عند لا مقلبتش. طب خليني انشير واشير تاني. ظهرت كده عندكم؟ اه تمام دكتور. طيب خلاص. فكنا بس بنقول ايه ان المثال اللي هو مديهولك تحله هنا common source amplifier resistive load R load و source resistance RS, وعايزك تحسب له total output noise. فاول حاجه هتعملها ان انت تعيد رسم المساله من غير بقى الاي سي انبوت, هتشيل الفي انبوت ده وتحط كل النويز سورسز في المساله بتاعتك اللي هي في اس اي جي واي دي او اي نويز درين يعني. وخلاص الاكسبريشن بتاعتهم انت عارفهم مفيش مشكله. هيبقى لك بس ايه الار لود. فالار لود دي عندك اختيار يا اما تحطها سيريس فولتج سورس او شنت كارنت سورس. فانا لقيت الاسهل ان انا احط شنت كارنت سورس وهوريك دلوقتي ليه. فرحت حطيتها اي لود نويز 4 كي تي على ار ال. تمام. طبعا كان عندي نفس الاختيار في اي درين اي نويز درين, كان ممكن اقول لك انا هحطه برضو سيريس فولتج سورس او شنت كارنت سورس زي ما كنا لسه بنتكلم دلوقتي. يعني هتلاقي الاثنين يعني المساله دي بالذات الاثنين حلهم بسيط جدا مش هتفرق معايا. طب ازاي بقى اجيب التوتال اوتبوت نويز؟ الاول هنا انا عندي 4 نويز سورسز. طيب هل النويز سورسز دي كورليتد ولا ان كورليتد؟ تمام. كل النويز سورسز دي جايه من ديفرنت كومبوننتس ومن ديفرنت ميكانيزمز, فالفور نويز سورسز دول ار ان كورليتد. يبقى لازم اجمعهم في الاوتبوت ازاي؟ بالباور. تمام. فيبقى التوتال اوتبوت نويز مين سكوير اللي هو النويز باور في الاوتبوت هو مجموع الباور بتاع كل النويز سورسز دي. فهحل كل واحد لوحده, وبعد ما احل كل واحد لوحده اربعه في الاوتبوت اجيب الباور بتاعه, وبعد كده ايه اجمعهم. تمام. ده المبدا بتاع الايه التجميع بتاع الان كورليتد نويز سورسز اللي اتكلمنا عليه في اول محاضره في النويز خالص. طيب فهعمل ايه؟ همسك واحد واحد. تمام. تعالوا نشوف مثلا اي دي. اي دي ده هيظهر ازاي في الاوتبوت؟ لما اجي انالايز اي دي هعمل ايه؟ هشيل بي اس, هشورت سيركت ده, هاوبن ده مش كده, وهياخد تاثير ده مثلا. طب فكده الفي جي اس بقت بكام؟ وانس عملت ده شورت وعملت ده الاوبن في جي اس بقت بصفر. يبقى اي دي ده هيتضرب في مين على طول؟ هيتضرب في ار لود. يبقى في نويز اوتبوت هتبقى اي دي في مين؟ في ار لود. بس طبعا بما اني بحسب في نويز اوتبوت تربيع يبقى هيبقى اي دي تربيع في ايه؟ في ار لود تربيع. تمام. ليه؟ لان انا قبل ما هتجمع هربع الاول. طيب بعد كده هنعمل نفس الكلام في اي لود. اي لود يبقى هعمل ايه؟ هشيل ده كمان. تمام. وبرده شايل الاثنين دول اللي هو في اس واي جي, وبرده الفي جي اس بصفر. يبقى الاي لود ده كله هيروح يتضرب في مين؟ برده كله هيروح يتضرب في ايه؟ في ار لود, لان الكلام ده هيمشي بس في ار لود. فانا طبعا مفترض ان الار نود بتاعت الترانزستور هنا بصفر, وقيمه الديبندنت سورس اللي هو جي ام في جي اس بزيرو نتيجه ان ايه؟ ان في جي اس هنا بصفر لما انا بحل التو نويز سورسز دول اللي هم اي لود واي دي, عشان انا عملت اوبن لاي جي وعملت شورت لمين؟ لفي اس. يبقى برضو اي لود هيتضرب في ايه؟ ار لود. بس بما اني بحسب في نويز اوتبوت تربيع يبقى برضو هقول يبقى هي اي لود تربيع مضروبه في مين؟ مضروبه في ار لود تربيع. خلاص. يبقى اول تو تيرمز دول واضحين؟ فيهم اي اسئله اول تو تيرمز دول؟ تمام. طيب بقى لي بقى مين؟ بقى لي الترمين دول خلاص اللي هم مين؟ اللي هم النويز نتيجه الفي سورس والنويز نتيجه الايه؟ الاي جي. طب هحسبها ازاي؟ تعال نمسك الفي سورس الاول. طب مبدئيا هعمل ايه في الاي لود؟ هشيل هاوبن سيركت الاي لود واوبن سيركت الاي دي. تعالوا بس نشيل العلامات دي. خلاص. يبقى هاوبن سيركت ده وهاوبن سيركت ده خلاص. طيب تعالوا اللحظه برضو نوبن ده كمان يعني بس في اس. طب لو عملت بس في اس خلاص
يعني تعال نفترض ان هو هنا قال لك ان انت هتاخد تاثير السي جي اس معاك خلاص، وطبعا بما انه هو بيقول لك ان هنا في ليكج كارنت اي جي، يبقى كانه بيقول لك في ايه، في ليكج باث ما بين الجيت للسورس. تمام، يعني طالما في دي سي كارنت ليكج، يبقى كان في ريزيستنس مفروض تتضاف في السمول سيجنال موديل بتاعه الموس ترانزستور، مقدارها ايه، مقدارها ار جي. تمام، فساعتها الموس ترانزستور لما تيجي تبص على لما اجي ابص بقى على الانبوت امبيدنس بتاعته زد ان اللي انا مسميها هنا زد، يعني فالمفروض اشوف مين، اشوف السي جي اس خلاص ما بين الجيت للسورس ان بارالل مع، يعني المفروض اشوف واحد على اس سي جي اس. تمام، ان بارالل مع مين، ان بارالل مع الليكج ريزيستنس اللي اسمها ار جي. يبقى كان السمول سيجنال موديل بس اتضاف معاه كمان هنا ايه ريزيستنس اسمها ار جي نتيجه الجيت ليكج خلاص، فيبقى دي زد ان. طب يبقى الفي اس دي ازاي هتجيب لي في جي اس، يعني في جي اس اجيب احسب قيمته ازاي؟ خلاص هيبقى بوتنشال ديفايدر على طول بين ار اس وبين مين، وبين الزد دي، الزد اللي هي عباره عن مين، ار جي بارلل مع واحد على اس جي. تمام، يبقى الفي اس هتضرب في البوتنشال ديفايدر اللي هو زد على زد زائد ار اس خلاص كده هحسب الفي جي اس. طب بعد ما حسبت الفي جي اس انا عايز اجيب الفي اوتبوت نويز، هعمل ايه في الفي جي اس؟ هتتحول للكرنت هنا، يبقى تضرب في الجي ام، بعد كده الكرنت هتضرب في ار لود فيتحول لايه، لفي اوتبوت نويز. يبقى هاخد الفي جي اس اللي انا حسبتها هضربها في مين، في جي ام ار لود. بس اجين بما اني بتعامل مع الفي اوتبوت نويز تربيع، يبقى هضرب الفي جي اس تربيع في جي ام ار لود سكويرد خلاص. الفي جي اس سكوير هتبقى عباره عن مين، هتبقى عباره عن الفي سورس مين سكوير تايمز البوتنشال ديفايدر، ده هجيب الابسولوت فاليو بتاعته ايه، تربيع. تمام، فيبقى ده اول ترم نتيجه مين، نتيجه الفي اس. طيب تاني ترم بقى نتيجه الاي جي اللي هيحصل نفس الكلام، بس المره دي بقى بدل ما هاوبن ده واستعمل الفي اس، لا هشورت الفي اس صح، وهجيب الفي جي اس نتيجه الاي جي. طب في الاي جي هيبقى شايف من الشمال ار اس ومن يمين الزد، فهيجنريت في جي اس تساوي كام، هتضرب الاي جي في البارالل امبيدنس بتاعت الار اس بارالل مع الايه، مع الزد. هيبقى الاي جي عشان يتحول انتو في جي اس اللي هي الترم ده من المعادله، هتضرب الاي جي في البارالل كومبينيشن بتاع ار اس والزد، فيبقى ار اس في زد على زد زائد ار اس، طبعا ماجنتيود الكلام ده كله تربيع، هتضربه في الاي جي مين سكوير يديلك الايه، الفي جي اس مين سكوير. طبعا انا ليه جمعت هنا التربيع اجين، لان الاي جي ده از ان انكورليتد نويز سورس مع الفي اس، فالاول ربعت ده وربعت ده، بعد كده جمعتهم الاثنين وجبت المين سكوير بتاع الايه، بتاع الفي جي اس. تمام، جبت بعد كده الفي جي اس تربيع، ارجع برضو اعوض تاني، يعني كاني عوضت تاني في المعادله دي، لان برضو ايه نفس الترم ده هيتضرب في نفس الجيم بتاع الامبليفاير اللي هو ايه، جي ام ار لود تربيع. تمام، في اي اسئله في الـ في الـ في السلايد دي؟ طيب خلاص، تعالوا بقى لو مفيش اسئله كده تعالوا نقف هنا ان شاء الله. احنا خلاص فاضل بس يعني تو سلايدز كمان نخلصهم بقى المحاضره الجايه، مع المحاضره بقى بتاعت الاو بي امس ان شاء الله. يبقى كده خلصنا التوبيك يعني بتاع النويز يعني. تمام، في اي اسئله عندكم؟ وبس بالنسبة لل one port view اللي حضرتك قلت لي عليه أو المحاضرة. طب وريني كده الأناليسيس بتاعك بسرعة، أي هوب يعني نعرف تقدر تشير من عندك؟ لحظة واحدة. طب جرب كده. على فكرة أنا بس معلومة سريعة، أنا عملت أبديت للسلايدز بتاعة النويز ورفعتها لكم تاني امبارح يعني، فلو السلايدز التشيك ان الجديده دي ابديتد اكتر من اللي كانت موجوده قبل كده يعني. هو انا ممكن مثلا اشيل البينت واكتب عليه مثلا الاناليسيس بتاعي؟ انت مش مكتوب عندك الاناليسيس؟ مش مكتوب على الكمبيوتر للاسف.
تقدر تصوره وتبعته لي طيب على الايميل. خلاص ماشي. خلاص صوره وبعته لي. انتوا امتحانكم الساعه كام النهارده؟ واحده. واحده. طيب خلاص انا هحاول ابص عليه بس. يعني انا ورايا بس حاجه هعملها دلوقتي، هحاول ابص عليه وارد عليك قبلها ان شاء الله. ماشي خلاص. شكرا دكتور. انا زي بقول لك هو انت بص عليه تاني، لان اجين انت لازم هتشوف جزء من اليمين في كاباسيتنس وجزء من الشمال فيه اللي هو الدكتور. تمام. فلو انت كنسلت الريال بوزيتيف مع الريال نيجاتيف لازم يبقى لك اندكتيف مع كاباسيتيف ان بارالل. تمام. يعني لان انت كده كده بتحسبها انها بارالل ريزونانس صح؟ اتاكد بس ان انت حطيت ال بارالل مع ار بارالل مع الوان بورت. تمام. ما هو ده اللي انا عملته فعلا من الاول، بس مش عارف. بس هسألك، طب بس انت واخد بالك ان الناحيه منهم بارالل والناحيه سيريس ولا لا؟ الكباستر سيريس مع النيجاتيف جي ام على سي 1 سي 2، والار بارالل مع ال بي. ابعت لي الاناليس. طيب ابص عليه. خلاص خلاص. شكرا لك. خلاص التوفيق النهارده ان شاء الله في الترم. ماشي.